بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دراسات تأمينية بلغة الفرقة الثانية شعبة اللغة. المحاضرة دي تاريخها 19/4/2020. بعد ما خدنا المحاضرة الثالثة وكانت كلها بتتكلم عن تعريفات تأمينات الحياة وأنواع الأقساط وأنواع الوثائق، وقلنا إن احنا هنحاول نحسب الأقساط بالمراحل الثلاثة بتاعته، القسط الوحيد الصافي والقسط السنوي الصافي والقسط السنوي التجاري، والمراحل الثلاثة دول هيتطبقهم على ثلاث أنواع من الوثائق، أربع أنواع من الوثائق عفوا. الوثيقة الأولى البيور انديومنت بوليسي، الوثيقة الثانية بنشن انيوتي بوليسي، الوثيقة الثالثة تيرم انشورنس بوليسي، الوثيقة الرابعة ميكسد انشورنس بوليسي. نبدأ بقى في عملية الحسابات بدءا من المحاضرة الرابعة. المحاضرة دي واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها كلها هتركز لغاية نهاية الترم إن شاء الله. عندنا أربع محاضرات كلهم هيركزوا على ازاي نعمل ايه cost calculation of life insurance، حسابات تكلفة بتاعة تأمينات الحياة، بمعنى اصح premium calculations، حسابات الاقساط. ده يعني اللي all upcoming lectures focus on mathematical and quantitative operations to calculate the cost of some life insurance policies. some مش كل اللي عندنا ما اقرب من 20 وثيقة، هناخد اربعة بس. To calculate the cost of some life insurance policy to build عشان ايه؟ To build the equations of the premium عشان نبني المعادلة بتاعت الايه؟ القسط. There are three elements should be discussed. وانا بعمل القسط وانا بعمل القسط وانا بحسب القسط هلاقي ان القسط المعادلة بتاعته بتتكون من ثلاث عناصر. equation of premium contains of three elements اللي هم موجودين في نهاية السلايد ديت، ده هم تلات عناصر. العنصر الأول FA، العنصر الثاني NBX، العنصر الثالث V of power N. العنصر الأول اسمه insurance amount، FA face amount، insurance amount face amount. العنصر الثاني probability of accident occurrence يعني احتمال تحقق الحادث NBA. العنصر الثالث الـ present value of occurrence. خلينا نعرف كده ان لما تيجي تشتري وثيقة تأمين لازم يبقى انت عارف انت هتشتري وثيقة تأمين بمبلغ قد ايه. انا لما اشتري وثيقة تأمين خاصة بيا غير لما اي حد تاني يشتري وثيقة تأمين خاصة بيه، كل واحد وامكانياته الاقتصادية، كل واحد وقيمته الاقتصادية. هذه القيمة اللي بتحددها شركة تأمين ما تحددهاش، واللي بيحددها طالب التأمين أو المؤمن عليه. الـ probability of accident occurrence الاحتمالات بتتحدد عن طريق جداول بيعملها الاكتواريين، life table و accommodation table و الـ interest الـ compound interest table. الـ present value بنحسب فيها رياضيات تمويل الاستثمار اللي خدناها السنة اللي فاتت، هنستخدم بعض المعادلات بتاعتها فيه. هنبدأ بقى نكون عشان احسب القسط. انا هتكلم عن الثلاث عناصر في المحاضرة ديت، هتركز على الثلاث عناصر بتوع حساب القسط. الثلاث عناصر خلينا نتذكرهم كويس قوي: الفيس اماونت اللي هو مبلغ التأمين اللي هشتريه، البروبابيليتي اوف اكسيدنت اكيورنس احتمالات تحقق الحادث. العنصر الثالث الفيرست اليمنت از هاو to calculate the present value of one occurrence، ازاي تحسب القيمة الحالية لوحدة النقود بالفائدة المركبة. خلينا نتكلم بس عن العنصر الأول. نبدأ بالعنصر الأول اللي هو الفيس اماونت، وخلي بالكم انتم ما درستوش الحتة دي خالص، حتة جديدة وجميلة. ايه هو الفيس اماونت؟ هو الاماونت اوف انشورنس بوليسي، هو قيمة مبلغ التأمين. Who determined the value؟ مين اللي بيحدده؟ وهاو ماتش بيحدده بقد ايه؟
It is determined by the insured as follows. اللي بيحدده طالب التأمين أو الراجل اللي رايح يشتري وثيقة التأمين، شركة التأمين مالهاش دعوة بيه خالص، يبقى اللي بيحدده المؤمن عليه. طب بيحدده ازاي؟ هاو ماتش؟ بيحدده ازاي؟ بيحدده بناء على المعادلة ديت. الاف اي بتساوي، الاف اي بتساوي، بتساوي المعادلة ديت. المعادلة اللي انا بعمل عليها كرسر ده كده لازم نعرفها بتيجي ازاي وبتطبق ازاي. ماشي؟ ده المعادلة ده هي بتحدد لك مبلغ التأمين اللي انت تشتريه. واحد هيشتري مبلغ تأمين ب100,000 جنيه، واحد هيشتري مبلغ تأمين ب500,000 جنيه، واحد هيشتري مبلغ تأمين ب10 مليون جنيه. كل واحد حسب العناصر بتاع المعادلة دي هو بيقول فيه. اذا العناصر دي تخص الشخص اللي هيشتري مبلغ التأمين. خلينا نشوف العناصر دي بتاعنا ايه. الاف ايه بتساوي بقى ايه؟ 12 مضروبة في ايه، وايه هنا بتمثل ايه؟ المونثلي انكم، الدخل الشهري، الدخل الشهري بتاع الراجل ده بياخد قد ايه من وظيفته، زائد او ناقص او. الاو هنا تمثل ايه؟ لو الراجل ده شغال في وظيفه بياخد مبلغ معين مثلا 7,000 جنيه في الشهر، عنده حته ارض بتجيب له ايرادات سنويه، عنده تاكسي بيركبه بعد ما يطلع من الشغل بيجيب له ايراد تاني، بيشتغل في سوبر ماركت وهكذا. يبقى الايه هي تمثل المرتب الشهري اللي جاي من وظيفته او الدخل الثابت بتاعه، وده الدخل المتقطع اللي بيجي من عمل استثنائي اللي هو اني اذر انكم اور ديبت. ممكن يكون في حاله الزائد او النقص، في حاله السالب يكون عليه مديونيات بيدفعها من الايه، وبالتالي لو كان عليه مديونيات بنخصمها من الايه، لو عليه اقساط مثلا بنخصمها من الايه، ولو كان معلش اقساط ولكن بيجي له دخل جديد بتبقى بالزائد. بعد كده الدخل ده هو بيمثل الدخل للاسره بالكامل. ال 12 مضروبه في ايه زائد او ناقص او، القيمه بتاعتهم بتمثل الدخل السنوي للاسره بالكامل، رب الاسره زائد الزوجه والاولاد. في واحد ناقص كي، كي هنا بتمثل ايه؟ كي هنا بتمثل ايه؟ بتمثل نسبه المصروفات الشخصيه للمؤمن عليه. الراجل اللي بيشتغل ويجيب فلوس كل شهر ده له مصاريف شخصيه، له مصاريف شخصيه، بيجيب المرتب بتاعه يحطه في بيت، ياخد جزء منه يحطه في جيبه عشان يصرف منه بصوره شخصيه. ال قيمة المصروف الشخصية دي منسوبة للمبلغ كله، بنسميها نسبة personal expenses، نسبة المصروفات الشخصية إلى المبلغ الإجمالي للدخل السنوي. طبعا احنا بنتكلم عن المستقبل باستمرار، في التأمين بنتكلم عن المستقبل باستمرار. احنا بنتكلم السنة الجاية الراجل ده هيجيب لأسرته قد ايه في الشهر، وبالتالي الدخل السنوي لاسرته قد ايه، وهيبقى مصروفاته قد ايه. طيب طالما السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، انا عاوز اعرف القيمه دلوقتي. يبقى دي عباره عن دفعه هتيجي في المستقبل، انا عاوز اجيب قيمتها دلوقتي. قيمتها دلوقتي بجيب لها قيمه حاليه. فاكرين في دراسات الاستثمار والتمويل بتاع سنه اولى في الترم الثاني خدتوا الداله دي، ايه جاما ان، وهي داله ايه؟ ايجاد القيمه الحاليه لدفعه متساويه، دفعه ماليه متساويه بمعدل اي. الاتش هنا بتعني ايه؟ ماذا تعني الاتش هنا؟ الراجل لما بيقعد مع ولاده ويحدد مبلغ التامين اللي هيشتريه عشان لو توفى ولاده ياخدوا مبلغ التامين ده، او لو عاش هو ياخد مبلغ التامين ده، بيحدد ما يعرف بايه؟ العامل المعنوي في الموضوع ده. بيقول طب انا هزود المبلغ ده من اول هنا كده، من اول هنا كده، المبلغ ده من اول هنا كده، اللي هو القيمه الحاليه للدخل الصافي للمستفيدين من هذا الرجل. انا هزود المبلغ ده بنسبة مئوية ولتكن اتش عشان الوضع ساعتها يبقى مقبول. كمان لان الفلوس دي بتنحسب في المستقبل، فانخفاض قيمة العملة وارتفاع الاسعار بيؤدي الى انخفاض القيمة المحددة اللي احنا حددناها دلوقتي، بتنخفض القيمة في المستقبل بتبقى قيمتها اقل. فانا هزود ما يقابل معامل التضخم اللي هو الاف مضروب في عدد السنوات اللي انا احسبها. طيب انا راجل بشتغل وبشتغل بالانتاج، انا قوتي على الانتاج بتقل كل ما سني بيكبر، قوتي على الانتاج بتقل، فدي هنا معناها معامل انخفاض القدره برضو مضربها في مده سنوات الوثيقه. يبقى الرموز بتاعتي هي ايه؟ الايه مانثلي انكم، والاو هي انا ان اذر انكم اور ديبت فاليوز، والكي بيرسونال اكسبنسز وبتنحسب كاساس نسبه مئويه،
ودي معادلة الـ A جاما N بمعدل I في المية، بمعدل I في المية بتنحسب بالعلاقة دي، واحنا خدناها السنة اللي فاتت. A جاما N معدل I في المية بتساوي 1 زائد I أس N ناقص 1 على 1 زائد I أس N مضروبة في I. برضو مزينة في الفيس أماونت، لسه هنحسب الفيس أماونت. المعادلة لما أشوف المعادلة بتاعتي، لما أشوف المعادلة بتاعتي الاقي فيها ان، طب هي ان بتساوي ايه و اتش و اف والكلام ده. يبقى السلايد التانية ديت بتعرف لي بقية الرموز اللي انا بستخدمها في البتاع. ان بتساوي ال 60 ناقص اكس، واكس هنا بتساوي عمر المؤمن عليه. واحد رايح يأمن على نفسه ولسه بيشتغل عنده 50 سنة، يبقى هيتنوا يشتغل لمدة قد ايه ويجيب فلوس لأسرته، فهيتنوا يشتغل المدة ده هي بتساوي ان، تساوي 60 ناقص العمر بتاعه. لو عمره 50 هيبقى لمدة 10 سنين، لو عمره 40 هيبقى لمدة 20 سنة، لو عمره 55 هيبقى 5 سنوات بس، وهكذا. الـ H المورال فاكتور زي ما قلنا، والـ F انفليشن R، والـ D ديكريزنج ريت. خلي بالكم، عاوز أقول لكم حاجة في المعادلة دهيت. الجزء الأحمر دهوت بتيجي في الأسئلة في الامتحانات، الجزء الأحمر دهوت بيقول لك اكتب جزء المعادلة الخاص بالدخل السنوي للأسرة ككل، يبقى دي 12 في A زائد أو ناقص O. يجي يقول لك إيه؟ اكتب الجزء من المعادلة الخاص بالدخل السنوي للمستفيدين من التأمين، يبقى الجزء ده هو أضربه في الأخضر. ممكن سؤال تاني، اكتب الجزء من المعادلة الخاص بإيجاد القيمة الحالية للدخل السنوي للمستفيدين من التأمين، يبقى لغاية هنا كده بقت المعادلة. بقى بقت المعادلة بتجيب الـ FA بالكامل، فهو هنا بيوضح النقطة دي، بيقول الـ Red Item الجزء الأحمر بيمثل Annual Income for the Family للأسرة كلها، الـ Red الجزء الأحمر زائد الجرين ايتم بيساوي البنفيشري انوال انكم الدخل السنوي للمستفيدين، الريد زائد الجرين زائد البلاك ايتم بيساوي البريزنت فاليو اوف انكم فور بنفيشري. تمام. الحته دي عاوزه تتفهم كويس، عشان كده وانا بطبق المعادله ديت انا هجيب مثال. الامثله موجوده في الكتاب، بس انا هجيب مثال دلوقتي عشان الحته دي جديده شويه، فهجيب مثال. بقول ايه؟ The following data is available، البيانات الاتيه دي متاحه. Calculate FA، احسب FA. ايه هي البيانات بقى؟ بقول A بتساوي 6000، ال A دي معناها ايه؟ المرتب الشهري. ال O بيساوي 0، يعني لا في دخل اضافي ولا في خصومات. ال X بتساوي 50، والكي بتساوي 20%، والاي بتساوي 10%، والاتش بتساوي 30%، والاف بتساوي 2%، والدي بتساوي 1%. الاج اوف ريتايرمنت ايكوال 60 ييرز اولد. انا بنقول هنا 60 ليه جبنا دي؟ لان في ناس تطلع المعاش على 65، في ناس تطلع على 70، وهكذا. السوليوشن بقى اللي هحل المثال اهوت، الاول حاجه بجيب ان، وان بتساوي 60 ناقص الاكس، ال 60 ناقص ال 50 بتساوي 10. النقطة التانية، تاني حاجة بعملها، بجيب الـ A جاما N اللي هي الـ Present Value of Annuities of Financial Annuities. القيمة الحالية الـ A جاما N بمعدل 10% اتحسبت طبقا للقانون دهوت، انحسبت طبقا للقانون دهيت، فطلعت إيه؟ طلعت 6 والعلامة والرقم ده. أطبق القانون بقى. اطبق القانون، الـ FA بيساوي 12 في A زائد او ناقص O في 1 ناقص K في مضروبة في A جاما N بمعدل I في المية في 1 زائد H في 1 زائد NF في 1 زائد ND. تعالوا نطبق، 12 في A، A ب 6000 زائد او ناقص 0 لان O ب 0، لا فيها خصومات ولا فيها اضافات،
في واحد ناقص 2 من 10 اللي هي 20%. الكي عندي ب 20%، اهي الكي اهيت بتساوي 20%. والاي الاي ب 10%، احط هنا دهيت، يبقى اي جمع 10 ب 10%، اي جمع 10 ب 10% بتساوي الرقم اللي انا حسبته قبل كده اللي هو دهوت. في الاتش بتساوي 30%، الاتش بتساوي 30% اهيت، انا حطيت 1.3. في الاف بتساوي 2%، اطبق الجزء بتاع الاف اهوت، 1 زائد n في اف، وانا عندي الان ب 10 والاف ب 2%، يبقى 1 زائد 10 في 2%، والدي بتساوي 1% والان ب 10، يبقى 1 زائد 10 في 1%. تطلع النتائج دي. ال 12 في ايه؟ 12 في 6000 بتساوي 72. البند الاحمر اهو، الجزء الاحمر اهو، ده يخص الدخل السنوي للاسره 72000. لما اضربه في 8 من 10 الباقي ليهم، وادي الجاما ان وادي العناصر الثانيه. لما اضرب 72 في 8 من 10 هيديني 57600. الجزء الاخضر ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي الدخل للاسره سنويا، ده الدخل للمستفيدين السنوي. لما اضربه في جاما ايه جاما ان هيديني، هضربه في الرقم ده هوت هيديني القيمة الحالية، اضربه في بيانات العناصر يديني الاف ايه بالكامل. الفيس اماونت شود بي بوت، يجب ان تشترى بايز انشورد فروم انشورانس كمباني، لازم نشتريها من شركة تأمين. المبلغ طلع كام بقى؟ 496914. هذا الرجل لما يروح يشتري وثيقة تأمين ضد خطر الوفاة عشان يأمن على ولاده، ولو مات خلال 10 سنين شركة التأمين تدي لولاده المبلغ ده، هم مات المبلغ ده هوت 496914. المبلغ ده هو هيساوي ايه بقى؟ هيعوضهم عن الفلوس اللي كان بيجيبها الراجل ده خلال 10 سنين. ماشي. يبقى ده مثال بسيط. في انذر اكزامبلز، في امثله تانية موجوده في الكتاب الجزء الثاني في صفحه 59 ل 60. بصوا للمثال اللي موجود في الكتاب لو سمحتم. احنا خلصنا عنصر بقى الاف ايه. العنصر الثاني اسمه اللايف بروبابيليتي، اللي هو احتمالات الحياه، اللي هو احتمالات الحياه. خلي بالكم اوعوا تنسوا ان المعادله بتاعتي الاكوردنج البريميوم بيساوي ايه؟ الاف ايه والان بي اكس والفي اس ان. احنا شرحنا الاف ايه، هنشرح دلوقتي الان بي اكس ونشرح الفي اس ان. نشرح بقى العنصر الثاني، السكند اليمنتس اوف بريميوم كالكوليشنز، وده اسمه ايه؟ لايف بروبابيليتي. انتوا فاكرين والدكتور طارق يو هاد ستاديز اللايف بروبابيليتي تيبل، جدول احتمالات الحياه. اللايف بروبابيليتي كونتينز اوف 6 كولومز از فولوز. ذا فيرست كولومز ريبريزنتس اكس، واكس تمثل الايدجز الاعمار، ودي ستارتس وذ 0 ثرو تو اوميجا. ذا سكند كولومين، ذا سكند كولوم ال اكس نمبر اوف سرفايفل، نمبر اوف سرفايفل عدد الباقيين على قيد الحياه، ابون ذا اند اوف اكس الدي اكس نمبر اوف ديس الايكويجن بتاعتها ال اكس ماينس ال اكس بلس 1. ال اكس بلس 1 ايكوالز ال اكس ماينس دي اكس. الكيو اكس دي بتمثل ايه؟ ذا ثيرد كولومز probability اوف ديث. هاو تو كالكوليت كيو اكس؟ ات از ايكوال دي اكس ديفايدد اون ال اكس. اولسو ان اكس ان كيو اكس بتساوي ال اكس ماينس ال اكس زد ان ديفايدد انتو ال اكس. البي اكس ذا فورث كولومز بي اكس البروبابيلتي اوف سرفايفل بتساوي probability اوف سرفايفل ايكوالز ال اكس بلس 1 على ال اكس، والسو ان بي اكس بتساوي ال اكس بلس ان على ال اكس. ان جنرال ان كيو اكس بتساوي 1 ماينس ان بي اكس بيكوز وي هاف تو probabilities اونلي، ان بي اكس بلس ان كيو اكس ايكوال وين، سو ان كيو اكس ايكوالز 1 ماينس ان بي اكس
و NBX equal 1 minus NQX. في احتمال مؤجل للوفاة، دي معناها ان شخص عمره اكس وعاوز احسب عمره 50 سنة مثلا، وعاوز احسب انه يموت خلال سن الستين لسن السبعين، يبقى في مدة من 50 لستين مؤجلة بنرمز لها بام ام سلاش ان كيو اكس بساوي ال اكس زائد ام ماينس ال اكس زائد ان زائد ام ديفايدد اون ال اكس. ال 6 كولومز ريبريزنتس اي اكس ليف اكسبكتيشن، والليف اكسبكتيشن دي جميلة قوي، بتيجي ال x مقسومة على ال x plus 1 through the end ال x، ودي يعني مش تحت امرنا دلوقتي. في available بقى ايه متاح لإكزامبلز، examples في صفحة 64 ل 65، وفي دي example ده محلولة، وفي miscellaneous examples موجودة في صفحة 65 ل 75. يعني المفروض في ال probability of life المفروض نشوف الأمثلة اللي موجودة من صفحة 64 لصفحة 74. العنصر التالت، ما ننساش تاني أذكركم إن البريميوم contains of three elements. The first elements الـ FA حسبناها، the second elements life probability حسبناها، الـ third elements هي present value. الـ present value في سؤال، يعني احنا بنحتاج الـ present value اليوم، بنحتاج رياضيات تمويل الاستثمار ليه؟ Why should present value be considered؟ ليه بناخدها في الاعتبار؟ في ثلاث حاجات مهمين لازم نعرفهم عشان نعرف انه من الضروري انه to take present value in consideration. اول consideration is insurance company collect premium upon contract. لما تروح تأمن، لما تروح تأمن انت بتدفع الفلوس وقت البداية، الخطر بيسري خلال مدة التأمين بالكامل. لما يفوت سنة أولى من الخطر معناها ان انا اخد القسط اللي انا دفعته، اخد منه جزء يساوي السنة الأولى مقسوم على المدة كلها. افرض المدة 10 سنين، يبقى انا هاخد جزء من القسط يساوي 1/10 من اللي انا دفعته. يتفضل 90% من قيمة القسط عند شركة تأمين، بتعمل بيه ايه؟ insurance company invest money of policy holders during a time، بتستثمر الباقي من القسط خلال فترة التأمين، والمدة دي بتبقى أكبر من الصفر. طب وبعدين البوليسي هولدر اللي هم أصحاب وثائق التأمين are deserved remaining money that outcomes. في الحتة دي بقى إن الفلوس اللي بتستثمرها شركة التأمين والفوائد بتاعتها الأوتكمز بتاعتها بتكون من حق أصحاب الوثائق. المعادلات بتاعت اللي بتجيب بيها القيمة الحالية، هناخد معادلتين اتنين بس ودي كفاية عليكم قوي. يعني معادلة ان انا عاوز اكون لما يكون عندي مبلغ واحد يستحق المستقبل وعاوز اجيب قيمته دلوقتي بنسميه في اس ان، ودي المعادلة دي ممكن ترجم بواحد زائد اي، واحد زائد اي، واحد زائد اي اس ناقص ان، او واحد على واحد زائد اي الكل اس ان. ده فين؟ عشان for one value of currency، one value of currency عشان قيمة واحدة من النقود، عشان جنيه واحد مثلا او دولار واحد الى اخره. لما يكون عندي بقى ايه دفعات، هتيجي دفعات مستحقة، السنة الجاية هتيجي دفعة، السنة اللي بعدها دفعة، السنة اللي بعدها دفعة، السنة اللي بعدها دفعة، وهكذا دفعات مستحقة لحمل الوثائق بنسميها ايه؟ جاما ان بمعدل اي في المية، والمعادلة بتاعتها واحد بلس اي، واحد بلس اي الكل اس ان ماينس واحد مقسومة على واحد بلس اي الكل اس ان مضروبة في اي، مضروبة في اي. في الحقيقة المعادلتين الاتنين دول هما اللي بيستخدموا على مستوى الكورس ده بس، انما في تخصص تأمين معادلات كتيرة جدا جدا جدا. انا عندي
أمثلة موجودة في صفحة 77، يا ريت نرجع لها على الحتة دي بالذات. كده المحاضرة الرابعة انتهت إن شاء الله، ومهدنا في المحاضرة الثالثة والمحاضرة الرابعة إن إحنا هنخش نحسب الأقساط. وخلي بالكم وإحنا بنحسب الأقساط هناخد الثلاث عناصر اللي حسبناهم دهمت، وهنحسب الأقساط في المراحل بتاعتها الثلاثة، وهنطبقها على أربع أنواع من الوثائق دي في المحاضرة إن شاء الله. ناقشنا المحاضرة الخامسة والستة والسابعة. شكرا جزيلا، مع تمنياتي بالتوفيق.